من المسؤول عن هذه الأزمة؟ هل يكفي اتهام بيلاروسيا بتصديرها إلى أوروبا أم كيف ترى المشهد؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الأكارم، وتحية لضيوفكم الكرام. بكل تأكيد المذنب الرئيسي في هذه المشكلة هي ازدواجية المعايير الأوروبية التي تتخذ من الدفاع عن حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى ما نراه اليوم على هذه الحدود هو عبارة عن نتيجة مباشرة للحماقات السياسية والعسكرية التي اتبعتها دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير أوطان هؤلاء، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من العراقيين أو تحديدا حتى من الأكراد العراقيين. وهذا البلد العريق الذي تم تدميره بالكامل عمليا كنتيجة لحماقات سياسية كما أسلفت وعسكرية قائمة على أساس نهب خيرات وثروات هذا البلد الغني جدا للغاية من ناحية. من ناحية أخرى إذا ما أخذنا في عملية المقاربة والموازنة، لماذا لم يكن هناك مثل هذه الحالات قبل التدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حلف الناتو في شؤون هذه الدول؟ لماذا أجداد وآباء هؤلاء لم يتبعوا نفس الأساليب في الوصول إلى أوروبا؟ على العكس تماما، فآبائهم وأجدادهم كانت أبواب أوروبا مفتوحة لهم، وبكل صراحة كانوا يتمنون الأوروبيون أن يأتي آباء وأجداد هؤلاء من أجل أن يعيشوا أو من أجل حتى فقط السياحة. ولكن دكتور فائز اسمح لي بالمقاطعة هنا دكتور فائز، لأن أيضا روسيا غير بريئة من هذه الاتهامات، يعني روسيا أيضا لها دور فيما يحدث في المنطقة العربية تحديدا في السنوات الأخيرة، لها دور في ذلك. يعني السوريون يتهمون بشكل واضح الروس بأنهم سبب رئيسي بسبب المجازر التي ارتكبوها في هجرتهم وفي نزوحهم من بلدانهم. هذا التوصيف، لأن دخول روسيا الاتحادية إلى جانب الجيش العربي السوري وبدعوة شرعية من الحكومة السورية المعترف بها دوليا من أجل مكافحة الإرهاب، هل يستطيع أحد أن ينكر بأن هناك عصابات إرهابية وتنظيمات إرهابية موصوفة وقائمة على توصيف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة؟ لا أحد يستطيع إنكار ذلك. لذلك فإن تدخل روسيا الاتحادية كان فقط من أجل القضاء على الإرهاب، إضافة نفس المسوغ الذي تستخدمه الدول بشكل كامل. دكتور فائز، طيب ابقى معي سيد فائز، الآن أتحول إلى باريس الدبلوماسي العراقي السابق دكتور حسن الزايدي. دكتور حسن أهلا بك، من وجهة نظرك من المسؤول عن هذه الأزمة؟ أولا هذا الأستاذ خالد المفروض ما يحكي حكي، لأنه يحكي كأنه بوتين، يعني إذا راح بوتين بطلب من النظام الأسد فبالعراق ايضا جاء الاحتلال الامريكي ايضا بطلب من عملاء عراقيين، فالطلب من عميل لا يعني وطنيا، ولذلك الاحتلال يبقى احتلال والتدخل يبقى تدخل. والموضوع ليس هنا، الموضوع الان اكو مهاجرين والمهاجرين دا يتاجرون بهم. بيلاروسيا هي لا تنطق لوحدها، هذا الرئيس مالهم الحالي الدكتاتور اللي من 1994 هو ايضا رئيس مثل بوتين الى الابد رئيس، فهم يلعبون مقامرة ضد طبعا بولونيا باعتبار هي بولونيا أول دولة انشقت عليهم من مؤسسة التضامن من زمن لاش باليزا، والبابا البولوني بولس الثاني وسوى جمهورية مستقلة ودخلت في حلف الأطلسي بال 99 ودخلت بأوروبا الاتحاد الأوروبي، ولذلك صار صراع هنا صراع بين روسيا وبيلاروسيا والبولوني من جهة، والمهاجرين العراقيين هم ضحايا بالحقيقة، بس هم ضحايا الأنظمة المحلية وليس أوروبا. يعني احنا بدل ما نقفز على السطح نهاجم الأغصان علينا أن نروح للجذور. ما هي سبب الجذور؟ هو الجذور هذا النظام اللي دافع عنه سيد خالد، النظام في سوريا والنظام في العراق، أنظمة رجعية، أنظمة عميلة، أنظمة حرقت الأخضر اليابس. الشعب السوري قتل وأكثر هجر في 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 الآن في لبنان، في تركيا، في الأردن، ومليون في أوروبا، في ألمانيا.
ثم بالعراق ايضا نص الشعب العراقي الان يريد يهاجر. ثم ولذلك علينا ان ندين الانظمه المحليه ولا ندين الغرب فقط لوحده. الغرب طبعا عنده قيمه، عنده اكو صراع حضاري يعتبر الصراع هذا تحديدا دكتور هذا تحديدا دكتور حسن ما اود ان اسال عنه. يعني يبدو ان قيم الغرب التي يتحدث بها دائما والتي يروج لها دائما هي على المحك في هذا الاختبار، ويعني واضحة في التعامل مع الحدود البولندية. يعني عندما يتم التعامل مع اللاجئين بهذا الشكل هي تحت المنظار وتحت الاختبار، ألا تتفق معي دكتور؟ أستاذ خالد أكيد هناك التعامل مع اللاجئين، انظروا في العام 2015 كيف تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين. طيب اسمح لي دكتور فائز سأعود إليك. نعم، إذا الغرب يعمل ضمن سياساته هذه قضية حقوق الإنسان شماعة يستعملوها من أجل الدخول والنفوذ بالعالم بالحقيقة، لأنه حتى اتفاقية جنيف كانت وجدت أصلا بعد وجدت إسرائيل وصار مهاجرين فلسطينيين كثيرين، فاستقبل مهاجرين فلسطينيين كثير حتى ينسون بلادهم، يعني يطلع فلسطيني يدخل مكان عائلي. هذه مسألة. أما حقوق الإنسان فهي حتى الإسلام على أساس عنده حقوق إنسان، هل نحن نحترم حقوق الإنسان في بلادنا؟ هل نحترم المسيحي؟ هل نحترم اليهودي؟ هل نحترم الكردي؟ أكو قاعدة قصص كثيرة. الآن طبعا أني أدين سياسة الغرب، ليست كل الدول فلانيا. ليست كل الدول على نفس المسطرة أو على نفس القياس. نفس الشيء أوروبا الآن في يعني أنت لا تنسى أيضا الإرهاب، يعني هنا في فرنسا قتل لحد الآن 300 مدني في بريطانيا في الولايات المتحدة. كل الدول إذا استخدمنا مظلة الإرهاب كل الدول يا دكتور ستقول أنها تأذت من الإرهاب وأنها تواجه الإرهاب. سأعود إليك مرة أخرى دكتور، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من ميونخ عبر سكايب السيد محمد كاظم هنداوي مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان. بعد الترحيب بك دكتور أو سيد كاظم، كيف ترى الأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية؟ من المسؤول عن هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ مساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين ولضيوفك. اولا اخي الكريم، لا توجد احصائيه حقيقيه لحد تاريخ اللحظه حتى نستطيع القول والتفريق انه هؤلاء هم عراقيين او سوريين او افغان. لا يوجد احصائيات حاليا. نحن شايفين نحن الفوضى العارمه هي التي تتحدث على الحدود. لكن انا ماني مع تراشق الاتهامات من هنا وهناك وهذا الحق على هذا البلد أو هذا البلد. نحن قدام قضية إنسانية ويجب احترامها ويجب احترام حقوق الإنسان وتقديم المساعدات العاجلة لهؤلاء، ومن ثم نحكي عن المواضيع السياسية إذا كنا على خلافات فيها. لكن أولويات حاليا إسعاف هؤلاء وتقديم لهم يد العون، لأنه بالنهاية نحن كل ما اشتد البرد كل ما اشتدت صعوبة الحياة. من قبل من سيد كاظم؟ من قبل من؟ من الذي يقدم لهم يد العون ونحن نشاهد الخراطيم تنطلق في وجوههم في هذا البرد وأيضا الغاز المسيل الدموع وغير ذلك من مشاهد المواجهة، ولدينا وفيات كما تعلم، هناك إصابات. نعم، من ناحية القانونية المسؤول حاليا عنهم هي بيلاروسيا، من ناحية القانونية هم اللي عبروا على أراضيها ودخلوا بدخول شرعي، لذلك هي من تتحمل المسؤولية القانونية. لكن حتى إذا حكينا الاتحاد الأوروبي كمان يتحمل المسؤولية الأخلاقية وليس القانونية. الأخلاقية أنه هو لازم كمان مساعدة هؤلاء وتقديم يد العون لهم بغض النظر عن الخلافات اللي عم تحصل حاليا. مع أخذ بعين الاعتبار أنه أنا بظن أنه لحد تاريخ اللحظة أوروبا عم تدفع ثمن كبير، هي موقفها اللي كان غير محسوم بالتعامل مع روسيا ومع قضية اللاجئين بالأساس، أنه قلع جذور الإرهاب من شرشو، وبالأساس عدم مساعدة الإرهابيين بالنول من الشعب السوري أو الشعب العراقي أو أي شعوب مقهورة بالمنطقة كلياتها. نحن مثل ما بنعرف كلياتنا تماما ممكن الإنسان يحكي وجهة نظره ويكذب فيها، لكن ما بإمكان نكذب نحن آلاف بل ملايين التقارير لمنظمات حقوق الإنسان اللي هي نقلت معاناة هذه الشعوب، وبالمحصلة يوجد دلائل دامغة بارتكاب المجازر من الإرهاب الأسدي اللي هو المدعوم من روسيا، وهو سبب نزوح أكثر من 14 مليون لاجئ سوري ضمن تقارير ومعطيات الأمم المتحدة. نحن ما عم نحكي أنه نحن مع طرف ضد طرف آخر، لكن هناك واقع قانوني يجب احترامه واحترام القانون. هذا
هذا الواقع، هذا الواقع بقولنا نحن أسباب الهجرة وأوروبا بسبب تعامله كان بالأساس الكيل بمكيالين وعدم الاصطفاف لجانب الشعب السوري، هي عم تدفع ثمن المتاجرة بالسوريين لما زلنا هاللحظة، مع كل الدنيا بتعرف أنه نحن سبب هجرتهم هو تدخل النظام الروسي إلى جانب القاتل الأسدي إلى جانب النظام الإيراني وارتكابهم المجازر بحق هذه الشعوب. وإلا إذا كانت اللي هي أتت روسيا إلى إحلال الأمن والأمان، لماذا هذه الناس تهاجر؟ لماذا الناس تترك بيوتها وحسيت خصيصا أنها روجت حاليا روسيا أنه هي الفائز بالآلة العسكرية المفرطة اللي استخدمتها ضد الشعب السوري.